الخير مساء الشباب اللبناني. من مخزن الخيرات والقدرات شبابنا الليلي نستكمل معهم مسيرة برنامج شباب للمستقبل، بعد ما استقبلنا زملائهم الشباب والصبايا من الجنوب والشمال بحلقات سابقة. معهم رح نجول على هواجس منطقة من المفروض أنه تكون الأغنى إنتاجيا لسهل الخصب ومزارع المنتجة ومناخ الجيد، ولوجود أكبر نهرين لبنانيين فيها وهن الليطاني والعاصي. فعلى الرغم من أنه بوابة لبنان على العالم العربي بيعاني البقاع من مشاكل كتيرة أبرزها تلوث مياه الليطاني، سوء تصريف الإنتاج الزراعي، عدم الاهتمام الكافي بثرواتها الأثرية والسياحية اللي لو أتيحت لها الظروف لشكلت وحدة مصدر ثروة وأنماء، بدءا من قلعة بعلبك التاريخية لوادي العرايش الزحلاوي ولآخر ضيعة من البقاع الغربي الخلاب. شو هي أحلام الشباب بهالمنطقة؟ وهل يمكن يضولنا على مكان غير معروف للبعض؟ أي أفاق جديدة في الصحة والتربية والصناعة والزراعة والمصارف والسياحة والاتصالات والعمل والنفط وغيرها فتحت لهم إياها ورش التدريب اللي قاموا فيها بمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة مع بداية العام 2018 وحتى اليوم مع 100 شاب وصبية من جيلهم، تعزيزاً للغة السؤال والحوار. بورش التدريب السابقة تعرفوا الشباب على واقع 14 قطاع إنتاجي لبناني على مدى عقدين من الزمن، من العام 93 للعام 2004 ومنه للعام 2013. أي أولويات بتحتاجها منطقتهم اللي بتتطلب ميدانياً الكثير بعد من بنى تحتية ومستشفيات ومدارس؟ أسئلة كتيرة رح نطرحها مع ضيوفنا الأربعة اللي أيضاً اخترناهم عشوائياً من شباب البقاع المشاركين بورشات التدريب، وعبرهم منوجه تحية من القلب لكل الشباب الباقيين. بيكبر قلبنا فيكن ونحن منشوف حالنا فيكن. ضيوفنا لليلة مساء الخير، معي ريان زيتون، أنت طالبة جامعية من أي منطقة؟ منطقة السويري. يا أهلا وسهلا فيك. معي أيضا فابيان معلوف، بونسوار، حضرتك أخصائية بعلم النفس. نعم. برحب أيضا بإيمان الخطيب، أنت أيضا طالبة جامعية، شو عم تدرسي ومن أي منطقة تحديدا بالبقاع؟ أنا من كفر زباد وعم بدرس فود ساينس اند تكنولوجي. يا أهلا وسهلا فيك. وأخيرا منرحب أيضا بكريستال دروبي، مجازة بالترجمة والعلوم السياسية. يا أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليلة لنحكي أكثر ونضوي أكثر على منطقة البقاع. بس بهمني بالأول أسألكم من خلال هيدي المشاركة، كيف بلشتوا وكيف انتهيتوا؟ شو استفدتوا من خلال هيدي الورش؟ ببلش معك. بونسوار وشكرا لاستقبالكم. كانت تجربة رائعة. نحن كشباب البقاع بالأخص والشباب لبنان بالعموم كعمر 20 كنا بحاجة لحدا يوصلنا، حدا يسمع لك صوتنا لكلمتنا، يسمع شو بدنا. ونشكر كتير مؤسسة رفيق الحريري اللي بلشت معنا وعم تستمر، وبدنا نحن بحاجة لأنه نحن كتير بحاجة لهذه التنمية. بلاقلك فابيان، شو قدمت لك هيدي الورش التدريبية؟ هذه الورش التدريبية حسستنا أكثر بمواطنيتي مثل أغلب الشباب اللي شاركوا فيها، لأنه حسستنا أنه نحن عن جد شركاء بالوطن بالقرار بالتخطيط بالتنظيم، وأنه نكون على اطلاع بكل التفاصيل اللي عم يمرق فيها البلد بكل المشاريع حتى المبالغ المالية والتطلعات لقدام. وبالنسبة لك إيمان، شو قدمت لك هيدي الورش؟ والله أنا هيدي أول مرة بحس حالي إنه هالقد متفائلة بالخير للبنان، يعني من بعد ما سمعنا كل المشاريع اللي رح تنعمل بالمستقبل قلنا عن جد إنه لازم ننبسط إنه رح يصير في عنا أشياء كتير منيحة للبنان. على كل حال هيدي النظرة التفاؤلية اللي حكيتي لمسناها عند معظم الشباب اللي استضفناهم قبلكم من مناطق مختلفة، بالنسبة لك كريستال؟ مثل ما تفضلت وقالت زميلتي إيمان، أنا هيدا التجربة عطتني بصيص أمل أنه نحن كشباب وصبايا قادرين نوصل ونعمل تغيير ببلدنا، بما أنه نحن كلنا اجتمعنا بغض النظر عن طائفتنا بغض النظر عن انتمائنا السياسي، نحن كلنا اجتمعنا حول حلم واحد، حلم كيف بدنا يكون لبنان لقدام. فإذا حطينا إيد بإيد أكيد حنقدر نعمل هالتغيير. على كل حال نحن حديثنا بيطول معكم بهيدي الحلقة، ولكن قبل ما نستكمل أسئلتنا خلينا نشوف كيف كانت أحلامكم للبنان 2030. إذا اليوم جينا قررنا نحلم سوا تنشوف لبنان 2030، كيف بتشوفوا لبنان 2030؟
طرقات، معامل، فرص عمل، اقتصاد، لمركزية إدارية، أنفاق، تعليم، صحة. هلأ هي اللحظة المناسبة تنحلم لبنان 2030. حسينا أنه كلنا عنا نفس الأحلام، يعني كلنا أفكارنا متشابهة مع بعضها، كلنا بدنا لبنان يكون مزدهر اقتصادياً وثقافياً وكل النواحي. أنه كلنا عنا نفس الحاجات وعنا نفس التطلعات، بس اللي فرق مثل كل حدا حكى باختصاصه، كل حدا فكر بالدومين اللي هو فيه. كلنا عم ننظر للمستقبل، بدنا نبني مستقبل، بدنا نعيش بلبنان، بدنا نضل بلبنان، ما بدنا نسافر، ما بدنا نشوف لبنان أحلى وإلنا وللأجيال القادمة. نحن نقينا اسم الفريق يكون شاين، هو لامع، بارق، منور، تيضل بلدنا منور بالمنطقة اللي هو فيها، وين ما رحنا نتعلم نفتخر نقول نحن لبنانية. قررنا اليوم نسمي مجموعتنا حلم اليقظة، لأنه بكفي نحن نايمين، لازم نوعى بقى ونوصل للبنان اللي نحن بدنا هو. حبينا نسمي مجموعتنا لبنان الأجمل، لأنه نحن منحب دايما نشوف لبنان بأحلى الصور. لبنان المستقبل هو طيارة راجعة على مطار لبنان، منا طيارة مسافرة، نحن بدنا كل المغتربين يرجعوا. لبنان المستقبل هو سلام، استقرار، أمن، صحة، تعليم، فرص عمل. حبينا نحكي عن اللامركزية وقلنا أنه هيدي كل منطقة بلبنان، كل هالحاجات تكون مأمنة وهالخدمات بكل منطقة بلبنان، ما عوز أن أنزل على بيروت أتعلم وأبعد عن أهلي وعن منطقتي، ما عوز سافر لأشتغل لأنه بمنطقتي ما في شغل بالدومين اللي أنا فيه. هي اللامركزية اللي عم نحلم فيها. نحن بدنا بيئة نظيفة بتبلش من نهر الليتاني وبتكمل لكل لأكبر المشاكل وأصغره. لازم يكون في مساواة بالخدمات الصحية، الغني والفقير لازم دغري يفوت على المستشفى. في كتير خدمات برا طبية بعدنا نحن ما عم نقدر الدولة إنه تغطي لنا إياها. الأهل عم يدفعوا كتير، بس إذا الدولة ما بتساند بهيدي الناحية كتير صعب إنه نحن نقدر نتقدم. بلبنان 2030 نحن بدنا تعليم، نحن كلنا كلبنانية بحق لنا أكسي على التعليم الرسمي. لازم يصير بقى انسجام وبالانس بين الاختصاصات بالجامعات وبين سوق العمل شو بيتطلب. النقل المشترك بخف علينا تلوث، بخفف علينا كتير تخريب بالطرقات، بخفف علينا كتير مصروف، بنفس الوقت بيسهل حياة كتير عالم إذا كان منظم. بدنا النفط يكون لنا نستفيد منه، بدنا زيادة مزروعات، بدنا أراضي زراعية زيادة، بدنا تنكتب رزنامة للزراعة، ما بدنا فاعل يشتغل من الصبح لعشية آخر شيء محصوله يروح كاب. حطينا بنايات ومصانع، يعني استثمارات بكافة الميادين، إن كان اقتصادية، اجتماعية، بيئية، وهذا كله بيساعد على تأمين لبنان الأجمل، يعني لبنان 2030. نحو 11 مليار و800 مليون دولار قيمة الأموال يلي ستصل إلى لبنان كنتائج لمؤتمر سادر واحد اللي عقد بباريس ب 6 نيسان 2018 بحضور أكثر من 40 دولة لمساعدة ودعم لبنان عبر قروض ميسرة وهبات. أمال الشباب المعقودة عليه كتيرة، ليس فقط لما يمكن أن يحسنوا سادر بالقطاعات المختلفة بالاستثمارات والبنى التحتية وغيرها، ولكن أيضا وأولا لأنه رح يترافق مع إصلاحات بيشدد عليها الرؤساء الثلاثة وبيأكدوا عليها، وأول دولة الرئيس سعد الحريري لوضع لبنان على سكة الإنماء الصحيحة، الأمر يلي بينعكس إيجابا على معيشة المواطن وحياته اليومية. وفي مكان الشباب عم يتحاوروا، فاجأهم وزير الاتصالات بحكومة تصريف الأعمال جمال الجراح بحضوره، وهو ابن منطقة المرج البقاعية والعالم تماما بشؤون المنطقة وشجونها، فشاركهم الحديث عن منطقة البقاع وأولوياتها.
هيدي الأولويات اللي باتت حاجة ماسة للأمن والأمان الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي، ومين أفضل من شباب لبنان لوضع الإصبع على الجرح؟ فماذا ينتظر شباب البقاع من مؤتمر سادر بهيدا التقرير؟ انتوا اليوم جايين من البقاع، شو هي المشاريع اللي بدها تجيب لي اياها الساد؟ وهون دوركم كشباب لتشوفوا انتوا الحلم يلي حلمتوه للبنان كله، تشوفوا شو بدكم منه للبقاع. قدي مؤسف انه نحن بعدنا عم ننطر لسنه 2030 لحتى يتحقق حلمنا يلي هو مش ما لازم يكون حتى حلم شباب وصبايا بعمرنا. انا معك، ما يعني هيدول حقوق لازم يكونوا ما لازم نحكي فيهم، ولكن لسوء الحظ نحن هلا هون. اهم شيء بمنطقه البقاع نشتغل على الاكثر اهميه الاقل اهميه، فلازم شباب البقاع الاشخاص العايشين بالبقاع يعني نعمل هيك جروب ونضوي على الاشياء نحن 100% بحاجه الى اكثر من اشياء ثانيه. النقاش الواسع والحماسي بين شباب البقاع وصل لمسامع وزير الاتصالات جمال الجراح، وما كان منه وهو ابن هالمنطقة إلا أنه يشارك شباب الهواجس والاحتياجات وتصورات الحلول وما يمكن أن يحمل مؤتمر سادر للبقاع من مشاريع مختلفة. أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان عم نفكر كلنا سوا معه بصوت عالي حول موضوع البقاع والتنمية بالبقاع، فكان رئيس لما يسألني إنه شو بدنا نعمل بقى أقول له عمول الاستراد العربي اللي بيخلينا أول شيء نبقى بمناطقنا، يعني نحن الشخص اللي عم بيتعلم عم ينزل على بيروت بيسكن ببيروت وبالتالي عم بينقطع عن منطقته. كان بيكلف 80 مليون دولار، إجا عهد إيميل لحود لغى المشروع، هلأ صار بيكلف 800. الجزء الأول اللي من المصنع لتعنين اللي هلأ عم بيتنفذ، مبارح كنا عم نشوف آخر الأعمال اللي عليه تمهيدا لدولة الرئيس سعد الحريري يطلع يفتتحه بشكل رسمي، هيدي القطعة ل 11 كيلومتر كلفت 54.16 مليون دولار. الجزء الثاني اللي هو تعنين الجسر النملية محل ما بتشوفوا هلأ الجسر واصل، هيدي كلفت 154 مليون دولار. من جسر النملية لسوفر بدها 30 ل 40 مليون دولار. سيدر واحد طلبنا نحن من دولة الرئيس سعد الحريري انه يحط 500 مليون دولار لاستكمال الاقتصاد العربي من سوفر للحدث كحالي حزمية. يعني المشروع الثاني اللي بتعرفوا انه كل اهل البقاع بيعانوا منه هو تلوث نهر الليطان، لانه نحن مجتمع زراعي عايشين على الزراعة، نواب السابقين والحاليين عملنا مشروع قانون بالمجلس النواب ب 1100 مليار لمعالجة التلوث بنهر الليطان. أيضا حصلنا على قرض شبه هبة من الحكومة الإيطالية بقيمة 26 مليون و 400 ألف يورو لإقامة محطة تكرير بمنطقة أبلياس المرج. بتأمل أنه خلال أيلول يكون انتهينا الموضوع، الرئيس الحريري شخصيا راح يطلع حجر الأساس لمحطة التكرير. الشباب ما اكتفوا بالإصغاء ولا الوزير بالكلام، طرحوا الأسئلة والملفات العديدة، وبناء على طلبهم جال بين مجموعات وناقش معهم مختلف أولويات المنطقة. نحن بلشنا من الأولويات اللي هي عندنا بالنسبة لنا البيئة، تكرير الليطاني، فلما نكرر هيدا الشيء رح يصير في عنا مشاريع أكثر وإنماء أكثر بالبقاع الغربي، ورح يصير تتزايد فرص العمل بالبقاع كله. ما في مستشفى حكومة إلا بضيعتي أنا، خربت أنا فار يلي حتى من 3 سنين زبطوها وهيك، وبعد ما في كل المعدات اللازمة. احنا لقينا انه في لازم يكون في مجمع جامعي بكافة الاختصاصات لحتى ما يكون في حدا لازم يتنقل من زحلة على بيروت او من البقاع على بيروت. نحن عنا طرقات عنا بالبقاع مش كتير منيحة، مش ابدا مش منيحة، بدنا تحسين. شباب
شباب البقاع بيعرفوا انه مسؤولية كبيرة بتوقع على عاتقهم للفوز بمعركة الانماء والازدهار بهالمنطقة الخصبة من وطنهم واللي مقوماتها كتيرة. انه صح نحن عم دايما عم نضل نقول اوكي بدنا بدنا بدنا، كمان عنا مسؤوليات وعنا واجبات بذات الوقت. نحن دورنا كشباب فينا نكون موجودين بجمعيات اهلية بالمجتمع يلي بتساعد بانه نراقب ونقيم تنفيذ هالمشاريع يلي انحطت بيساد. كثف بروجرامات بتوعي الولاد الصغار من هن وصغار عن أهمية التلوث ومخاطرها والتطوع والتشجير وكل هيدي الأمور. أنا مأكد أنه أكيد إذا البقاع معكم رح يكون البقاع أجمل. أنا متأكد أنه لبنان معكم رح يكون أفضل. هو لسان حال كل شخص تعاطى مع هالشباب البقاعي واستمد منهم الطاقة والطموح، والأهم التمسك بالأمل والرغبة بأنه المستحيل بالصبر والإرادة والتخطيط بصير ممكن. شباب البقاع لقى بزيارة الوزير الجراح الفرصة الأفضل لطرح ملف الاتصالات والعديد من الأسئلة والاستفهامات، وبشكل خاص ما يمكن أن تقدم الحكومة من خطط وطرق عمل لتعزيز قدرات الشباب وفتح آفاق العمل أمامهم. الرئيس الحريري دايما تركيزه على الشباب والصبايا، أنه هودي مستقبل البلد، هودي الطاقة المنتجة والمبدعة اللي ممكن تساهم بتطور الاقتصاد، خلينا نشوف شو فينا نعمل للشباب وللصبايا. الحقيقة اللي عملناه، أول شيء عملنا صندوق استثماري بقيمة 50 مليون دولار للشركات الناشئة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا بالآي تي، مخصص اتصالات آي تي. عم نعمل بالسرايا الحكومي كمان بلاتفورم، مركز مثل هذا مجهز بكل الإكويبمنت تبع التكنولوجيا الاتصالات والآي تي بقلب السرايا الحكومي، مفروض ننتهي منه إن شاء الله بوقت قريب. بصير أي شركة ناشئة أو الطلاب بدو يعملوا شيء إكسبريمنت، بدو يعملوا شيء بقطاع الاتصالات بالتكنولوجيا أو بأي مجال آخر، يقدروا يروحوا على السرايا يعملوا هالإكسبريمنت تبعهم ببلاش بدون أي مقابل. عملنا مثل ما بتعرفوا ستودنت بندل ب 15 دولار، كلفتها على الدولة حوالي 65 دولار. الرئيس الحريري أصر أنه نعمل شيء لتلاميذ الجامعات ما نخد له مصروفه على الداتا اللي عم بيصرفها أو على الاتصالات اللي بيعملها. أثار الشباب أيضا موضوع الجامعة اللبنانية وتحديدا الفرع الرابع بمنطقتهم، كما الموضوع البيئي سيما ملف الكسارات، فضلا عن العديد من الملفات الأخرى. إذا بتشوف قديش في كسارات وقديش عم بيصير في تلوث بالماء اللي عم نشربه أو عم بيشربوه أهل أبياس وغيرهم من وراء هيدا الشيء، بس ما هودي أنت ما ذكرت شيء بخص هيدا الموضوع. من فترة طويلة نعمل مخطط توجيهي للكسارات، يعني خلينا نحن نكون واقعيين، ما في البلد يستمر بدون كسرات، بدنا كسرات للأعمال. يعني برأيي لازم مع الحكومة الجديدة يرجع يتم عملية إحياء للمخطط التوجيهي. هاللقاءات والحوار المباشر بين المسؤولين والشباب ضروري وحيوي، لأنه بيفتح الأفاق أمام الجانبين، بيلفت نظر المسؤولين لأمور مختلفة، وبيشرع الباب أمام طرح متطلبات وأولويات ملحة بنظر الشباب، وبيبقى وحده البارومتر الأساسي لنبض الوطن وازدهاره. بعد هالتقرير عن مؤتمر سيدرو عن زيارة الوزير جمال الجراح، شو كانت انطباعاتكم عن هيدي الزيارة؟ وقدي برأيكم، هيدا سؤال موجه لكم انتو الأربعة، شو أهمية التواصل والحوار بين الشباب والمسؤولين؟ كنا بحاجة حتى نعرف شو هو التخطيط وشو هو التطبيق وشو اللي عم يتطبق، شو الأموال اللي عم بيحطوها. فكان كتير الحوار كان كتير حلو وفعال بيننا وبين معالي الوزير، حتعرفنا أنه شو عم بيصير وكيف رح يتم التطبيق وشو هي الخطة المستقبلية.
فابيان، قد ايه برايك مهم واساسي الحوار بين المسؤولين والشباب خاصه على نطاق المنطقه الوحده؟ هيدا ركن اساسي من اركان بناء الوطن. يعني ما فيها تكون طبقه سياسيه بمال والشعب بمال، بالنهايه الشعب هو اساس الطبقه السياسيه، والطبقه السياسيه هي من الشعب وهي لخدمه الشعب لوطن افضل. هون يعني بيجي السؤال، قديش مهمه هيدي الورش لحتى تعطي هيدا التواصل، او لحتى تعطيكم خبره بكيفيه التواصل مع المسؤول لحتى تنقلوا هيدي الخبره للشباب يلي من جيلكم؟ هو الواحد بس يتدرب ويمارس ويصير يعرف وياخذ المعلومات، قادر ينقل كل شيء بتعلمه لحياته الطبيعيه، حياته اليوميه. فمن هيك الورش كتير ساعدتنا ونمت لنا ثقتنا بنفسنا. هلا اي حدا بيقدر يفتح معنا موضوع خاص بلبنان قادرين نجاوب عنه بكل ثقه. بالنسبه لي كريستال، انا عندي سؤال، اذا انت من منطقه البقاع، اذا اعطيناك $50,000 شو ممكن المشروع يلي تقدميه او تعمليه بهيدي بمنطقتك، بتشوفي انه هيدي المنطقه بحاجه له او ممكن يساهم بفرص عمل لشباب؟ مع انه هيدا مبلغ نسبيا يعتبر صغير اكيد، بس بعتقد من شيء صغير نحن فينا نبني على شيء اكبر واكبر وعلى شيء فيه استدامه. انا بعتقد بهيك مبلغ في اسس مكتب للشباب بس فور سيفيك ورك، يعني للعمل لمصلحه المجتمع بكافه القطاعات. بيتقسموا هالشباب، كل حدا حابب انه يجي يشتغل لمنطقته من كافه البقاع، من الشمال للغرب، لغرب البقاع. فيهم يجوا يتقدموا يمكن لهذا المكتب، ينعمل لهم كمان ورشات عمل بالنسبه انه كيف ينقوا الميجر تبعهم، كيف يصير في لينكج بينهم وبين الكومبانيز لبعدين لحتى يتوظفوا. فينا نفوت بكافه القطاعات، وبعدين هالاشخاص اللي عم بينعمل لهم ورشه عمل يرجعوا ينقلوا العلم للجيل والخبره. نعم، للجيل اللي بعد. فهيك يعني بعتقد من مبلغ صغير بنكون نحن خلقنا مشروع فيه استدامه. من هون فينا نفوت كمان على موضوع اللامركزيه الاداريه، قد ايه برايكم موضوع اللامركزيه الاداريه بيساهم كمان ب شوي يعني انعام هيدي المنطقة واقتصاديا أو حتى خدماتيا؟ أكيد بيسهل كتير، بخفف عجقة وقت تقريبا كمان سيف تايم يعني. فكتير بينفع اللامركزية وخصوصي الإدارات الرسمية بشكل كبير. بالبقاع في عنا كتير موارد وفي عنا بوتنسيال كتير كبير لحتى ينمى البقاع، ولحتى نحن كشباب نقدر ننمى بالبقاع، مش نروح على المدن بيروت أو سواها أو حتى نهاجر. فبس لازم نحن نعرف كشباب نتحمل مسؤولية، ونحن نسعى كمان كشباب ما ننطر حدا، نحن نسعى لحتى نعرف كيف نستفيد من هالموارد الموجودة عنه. يعني عنا كفاءات بدنا دعم، هيدا اللي انتم بحاجه له. مزبوط، وهيدا احنا قادرين ننزل على الارض، قادرين ناسس حالنا، قادرين نقف على اجرينا، ناقصنا دعم. يمكن خلال هيدي الورش هلا صار عندكم انتم قوتكم لحتى تقدروا تعرفوا مع مين تتواصلوا ولا تحصلوا على هيدا الدعم. صحيح. واكيد كمان بضل الاهم يمكن من خلال الورش اللي عملتوها انكم تتواصلوا مع ابناء جيلكم، اكيد انتم طلاب جامعات او انتم بسوق العمل بالجهتين، يعني انتم قادرين توصلوا صوتكم لحتى تكونوا على مجموعات اكبر لحتى تشتغلوا على الارض. بالبقاع وقت بنحكي بقاع، ببعض المناطق البقاعيه يعني في صوره بالاعلام عن هيدي المنطقه بتسيء احيانا للبقاع. نحن حكينا عن كل الخيرات، حكينا عن كل شيء ايجابي بهيدي المنطقه، ليش دائما الاضاءه بالاعلام على بعض النواحي السلبيه وكيف يمكن معالجتها برايك فابيان؟ هلا اجمالا بالاعلام دائما بنضوي على النواحي السلبيه، تنضوي على حاجات الشعب. هلا الحاجه الاكبر هي بالبقاع، او البقاع بيرتكز بالزراعه. وكتير عنا مشاكل بالزراعة وقت اللي نحنا منجيب مزروعات من برا، والمزروعات اللي عنا تطلف بالآخر، وهالمزرع بيكون حاطط كل أماله وقتها يحصد. هيدا أكتر شيء بحس بتسيء لصورة البقاع. بنفس الوقت هلأ عنا كمان نهر الليطاني، قديه هو ملوث، قديه نحنا عم ناكل قصص ملوثة. هالمزروعات اللي هي منا بس بالبقاع، مرات عم تطلع على كافة مناطق اللبنانية كمان عم تطلع ملوثة. بقى لنقدر نحسن هالصورة نحنا بحاجة نعالج المشاكل والثغرات اللي موجودة بقلب البقاع على كافة النواحي، بيئية، اجتماعية، اقتصادية، وحتى تربوية وأمنية كمان. يعني أكيد. ما بدنا ننسى الموضوع الأمني، كل شيء ناقص عنا بالبقاع هو اللي شوه صورة البقاع. يعني عندك الجامعات، يعني أشطر الناس عنا وأشطر الطلاب عم ينزلوا على بيروت ليتعلموا، عندك الطبابة عم يموت الواحد على باب المستشفى ما عم يفوتوه، عم ينزل على بيروت. المزروعات كذلك الأمر، طرقات ما في إنارة، سلاح متفلت،
وبكفي ما في الانترنت شي. كمان انترنت يعني مثل ما قلتوا بحاجة لعمل على الأرض وبحاجة لتواصل مع المسؤولين. أكيد وفي الطريق هو عامل أساسي يعني لنوصل على البقاع ولنفل من البقاع وننزل على بيروت. معاناة. في معاناة، في تضيع وقت، في تلوث، في خطر يعني بيطال كل الأمور الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وحتى الأمور الشخصية. تضيع الوقت على الطريق، إذا حدا بده يفتح بزنس بالبقاع صعب عليه لأنه بيعطي الهم الطرقات، بيعطي الهم الوضع الأمني، بيعطي الهم كثير قصص بالبقاع. بموضوع الليطاني قد ايه لازم يعول على توعية المزارعين يعني بموازاة العمل على هذا الموضوع من النواحي البيئية ومعالجته من خلال السياسة وغيرها؟ ما فينا نضل نلوم الدولة إنه هي اللي ما عم تشتغل، لأنه كمان أون كونت بارتي نحن بدنا نعمل مثل ما قلت توعية للمواطن وللمزارع بشكل خاص ولأصحاب المعامل يلي كمان عم بتلوث النهر. فهو حملات التوعية بيجوا يعني بأهمية قد أهمية الدولة أنه لازم تشتغل على تعمل معامل تكرير للمياه. أنا بهمني كمان أسأل عن موضوع يعني عم نجرب قد ما فينا نحكي عن المواضيع اللي عم تثار بالفترة الأخيرة، بدنا نحكي عن موضوع الأوتوستراد العربي. قد ايه برأيك مهم هيدا الأوتوستراد لمنطقة البقاع؟ كتير مهم، بيخلي على القليل البطل يعني شباب الكرة عنا ما ينزلوا على بيروت. اللي بده ينزل كرمال الجامعة ما حيقدر يرجع يطلع بنفس النهار، بدل ما ينزل ويصير يسكن ببيروت ويتجوز ويقعد ببيروت يصير بده نص ساعة من البقاع على بيروت ينزل بنفس النهار. نحن أنا كبنت أهلي عارضوا فكرة أني أنزل كفي تعليمي الجامعي ببيروت كرمال ما أبقى ببيروت. لو هالأوتوستراد كان موجود كنت أنا بقدر بنفس النهار أنزل على جامعتي وأرجع أطلع. هيدا الشيء بيأثر على الاقتصاد، وقت اللي نحن عم نترك البقاع وننزل نعيش ببيروت استهلاكنا عم بيصير ببيروت، اقتصاد البقاع عم يتهدد بهالطريقة. طبيعي، هي دي يمكن كل المشاكل يلي بتعانيها الأرياف عنا بلبنان مزمود. وهي يلي كانت سبب أحزمة البؤس يلي أحاطت بمدينة بيروت. على كل حال نحن للأسف يعني وقتنا انتهى، بيبقى أني أطلب منكم كلمة أخيرة. بلش مع ريان كلمتك الأخيرة للشباب البقاع تحديدا. بس بدي ألفت نظري نظر للشغل مهمة، لقمة العيش هي أهم من أي شيء تاني. إذا توفرت لقمة العيش بتوفر كل شيء، بيصير في عنا الماء، بصير في عنا اقتصاد، بصير في عنا تعليم. تقريبا فيك تقولي لقمة العيش والتعليم هن اهم شيء، لانه هن اللي بيبنوا، هن الاساس، وهن يمكن الاساس للامن الاقتصادي والاجتماعي وحتى الامني والسياسي. بالنسبه لي بركز على نقطه ريان وبقول للطبقه السياسيه ما تلقطونا من الايد اللي بتوجعنا، يعني ما تاخذوا الحاجات منا ونصير نحن بحاجة نعمل حي الله شيء كرمال رب عائلة يأمن اللقمة لعائلته، كرمال شاب يقدر يتعلم. الحاجات الأساسية عم تنسحب منا، عم نضطر نعمل كتير قصص لنوصلها. وقت لهالحاجات الأساسية بتوصلنا نحن بنفضل الطموحات وللأفاق وللإنماء اللي هن موجودين فينا وعنا كل الأوتي كل القدرات لنعملهم، بس مشغولين بالأساسات اللي هن مفروض يكونوا موجودين من زمان. إيمان كلمتك الأخيرة. أنا بدي أقول لشباب البقاع إنه ما يفقدوا الأمل، بدي يتمسكوا منيح بوطنهم، وإنه يكون عندهم الإرادة القوية لحتى يوصلوا للبنان اللي هن بيحلموا فيه. رسالة، عندك الأمل من بعد كل اللي حكيناه بهيدي الحلقة ومن خلال الورش؟ وجه دعوة كمان للشباب، لازم نحن نتمسك إيد بإيد لحتى ننهض بمناطقنا ولحتى ننهض كمان بوطننا. أهلا وسهلا فيكم بهيدي الحلقة. بالختام بتأمل مشاهدينا تكونوا مثل استمتعتوا بهالحلقة النابضة بالحياة كما ضيوفنا، على أمل أنه ينتقل هالنبض لمشاريع وأعمال بكل المناطق اللبنانية اللي هي بأمس الحاجة إلى الأحد المقبل. وفي الحلقة الأخيرة نستقبل سوا شباب بيروت وجبل لبنان بحلقة بتعكس هي أيضا بالوقائع والأرقام والرؤية العلمية الصحيحة آمال الشباب بالمستقبل. تصبحوا على ألف خير.